بخاري رح نحتاج 4 اكواب رز مهراجة، بصل كبيرة مبشورة، معلقة كبيرة ثوم مهروس، بهارات حب من هيل، عود قرفة، فلفل اسود حب، ورق غار، حبتين لومي، 4 حبات جزر مبشورين، 4 حبات بندورة مبشورة، نص كوب زبيب، معلقة صغيرة ملح وكمون، بهارات مشكلة، فلفل اسود وكركم. للتقديم او للتزيين رح نحتاج لوز، زبيب، طبعا رح استخدم صلصة الريد روستر بديل الدقوس. خلينا نشوف ايش عملتي. هلا لوصفتنا الاولى رح نعملها مش على مرحلتين، هي بتاخذ جزئين من او مرحلتين من الطبخ. أوكي. رح نعمل رز بخاري، رح نعمله بسموها الحشوه او للتقديم. اوكي، حطيت طبعا انا هنا 4-5 معالق زيت شعبان، زي ما قلت لكم الرز عشان يطلع مفلفل وطيب لازم نحط له كميه كويسه من الزيت. اوكي، بدنا ننقعه لمده 30 دقيقه بحراره يعني بمي بتغلي مع ملح عشان ما تتكسر حبات الرز. هذيك المره قلتي لنا هاي التب كثير مهمه الصراحه، لانه اذا ما عملوا هيك رح تتكسر حبات الرز. نغسله 3-4 مرات ليطلع النشا تماما منه. اوكي، ونبلش نستخدمه. واحنا مستعملين هون رز مهراجة. طويل الحبه، اسمعي كثير 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 سهل بالتطبيق يعني كثير. اوكي، خلينا نبلش. حطينا هون زيت شعبان. اوكي، رح نحط البصل. انا دائما الرزيات بحط لها كل شيء ناعم مبشور، ما بحب البصل تاكلي ويطلع بتمك معلقه بصل هيك بتقرش، عارفه كيف؟ بتحبيه ناعم. ناعم عشان ما يبين. مبشور كمان بشر. انا مبشور عملته على المبشره. مش مقسميته. لا لا، على المبشره. عملك عملتي رز بخاري؟ لا، قلت لك كنا عم نحكي عملت رز افغاني بس مش بخاري. انا حابه اعمل الصراحه رز افغاني، اخذت منها بس فكره الصبح. نفس نفس البهارات ونفس هن الاشياء، هن كلهم نفس الطريقه يعني. بتعرف عملنا المره الماضيه هو رز ايراني كثير بيشبه الرز الهندي بس البهارات اقل. اوكي، بس نفس التطبيق يعني، عارفه بتحسيهم بيشبهوا بعض المطابخ. مزبوط، بس كل حدا ممتاز بشيء. اوكي، خلينا ونحط هون الثوم. رح نحط كمان ثوم مهروس. اوكي، نقلبهم شوي. تمام. إذا اليوم رز بخاري رح تعملي لنا. أوكي، إذا بدكم كمان تتصلوا معنا وتشاركونا باتصالاتكم، هاي الرقم مبين عندكم على الشاشة 569-0292. أوكي، هلا رح نحط الجزر هلا ولا لا؟ رح احط الجزر هلا، بس نفسي غاز ده هيك يفري معدتي هيك بسرعه يكون شلش. زي هيك بكون خلصت الطبخه عارفه بالبيت. شلش عجبتني هاي من عندها. شلشه هي احنا بنسمي هاي البنت اللهلوبه هيك الحركه. شلشه بتكون، وانا ابدا مش شلشه، عرفتي انت؟ ما تردوا، بعرفوش ايش وراء الكواليس عارفه. لا جد بحب هيك اخذ وقتي حتى الصبح. انت ايش مورنينج بيرسون يعني؟ يس صباحيه ولا نشطه وبتحرك وكل شيء تمام؟ جد انا اذا ما بشرب قهوتي الصبح انسيني يعني. واو. جد انسيني، بكون زي طارق اليوم كيف هيك جاي داون. طب اسمعي خلينا نقول لهم. هلا بعد ما هيك دبل البصل والثوم راح احط البهارات الحاب، مستخدمه ورق غار، لومي راح يعطيها نكهه طيبه. بتعمل اللومي كمان. رح يعطيها نكهة كتير طيبة، هي جاية بين الكبسة وبين المندي. مستني اقول لك بحس اللومي كتير كبسة رح تطلع، لانه فيها بندورة رح تطلع فيها شوية. طب قولينا هلا ايش الفرق بين المندي والرز البخاري؟ المندي ما في جزر. اوكي، والمندي رز مدخن وعملناه احنا، رح اعملهم اياه مرة ثانية. بتدخن بالاخر. اوكي، اللي بتحطي له فحمة. بالضبط، بتدخن. اوكي تمام، وهذا بس بنضيف عليه أكثر الجزر وزبيب عشان الحشوة أو النكهة بياخدها من الزبيب والجزر. شوفوا استخدمت أنا نص كمية الجزر، النص الثاني رح نعمله للحشوة رح نقدم فيها. رح نقلب مش كتير. أوكي، بس يدوب يدبل الجزر شوي لأني بارشته ما رح ياخد وقت. خلينا أقولهم هلأ للحشوة اللي بدنا نحضرها. هاي الحشوة رح نحطها على الرز من فوق ونتركها تاخذ النكهة الزبيب والجزر. بتسقى كمان بالزبط كل الرز من هاي الطعمة. رح استخدم بزاكي كمان زيت شعبان. اوكي، ودينا عملتي لنا شيء بالجزر انتي؟ لا هي. لا قصدي كيكات واشياء بالجزر. لا، لا بس حاطه في بالي. طيب اعملي لنا شيء، لانه بحس كمان الكارت كيك كثير شتوية لانها دسمة كثير. مش الحلقة الجاي، الحلقة الجاي حابة نعمل إشي فيه قطر. أنا سمعت في منصف بالموضوع، ممكن نعملها حلقة المنصف، خلينا ما نغششهم كثير الأسبوع الجاي، بس حابة أعمل إشي فيه قطر عارفة. قطر؟ كنافة، هريسة. عملتي لنا هريسة أنتِ صح؟ عملنا بسبوسة.
طيب هون حمي الزيت راح احط بقيه الجزر. انا مستخدمه 4 جزرات مبروشه، نصها حطيتها مع الرز اوكي، والنص الثاني حطيته للحشوه. طبعا البخاري ما يميزه يا في الزبيب. الزبيب رغم انه مش كثير ناس بتحب طعم الحلو، بس انا كثير بحب طعم الحلو بالاكل، بس بهاي الوصفه راح تحبوه كثير صدقوني. راح اتركهم بس لا يدبلوا ونكمل بعدين. يدبلوا الجزر والزبيب. هاي الناس عم تجاوب صح على ايش الهدايا اللي بيربحوها بحمله وزع دولارات وربحني. اوكي الكومنتات هي الاجوبه يا طلال يا حلو انت. اوكي في منى السلاوي مظبوط جوابك، وفي كمان قائد الحجي برضو مظبوط. شو السؤال؟ عم نقول ايش الهدايا اللي مربحتها حملة ارز تايجر وزع دولارات وربحني. اوكي ما هي الجوائز التي تقدم لحملة هيو؟ عم بيجاوبوكم كمان من عمان تي في. وام شريف الحسيني مظبوط، ليندا كمان، عبد الرحمن مظبوط جوابك. في كثير عم بجاوبوا صح، واحنا غششناكم كمان السؤال هيو طالع على الشاشه قدامكم. وايش يا امتياز؟ ان شاء الله اول شيء تدبلت وان شاء الله الكل يربح، يعني قد ما بيقدروا يجاوبوا اكثر حتى الكل يربح. رح اضيف هون ربع كوب ماء على الجزر والزبيب حتى يطرى الزبيب تماما. اوكي يعني زدتينا شويه مي. زدنا شويه مي. هلا هون انا نرجع نعيد، حطينا للبخاري زيت، رجعنا حطينا عليه البصل والثوم، بعدين حطينا البهارات الحار وحطيت الجزر. اخر شيء بعد ما دبل الجزر حطينا بندوره مبروشه 4 حبات برشتهم، تطلعش كميتهم كثيره لانه بعطوا طعمه. بالضبط بعطوا طعمه وبعطوا لون خفيف، قلنا اللون شوي اورنج عارفه خفيف مش كثير. تمام. هلا ايش بدنا نحط له بهارات؟ نحط ملح. ايوه بتعرفي انا بحس بالمطاعم لما بيكون اشي بيجيكي كثير احمر خصوصا بحطوا له اكيد لون. هلا الهندي بتستخدم الهندي صح؟ بتستخدم صبغه لانه بتجيكي الدجاجه حمراء لونها احمر. احمر لا هاي صبغه ورح نعملها بوحده من حلقاتنا. احنا عملنا هندي كمان، عملنا هندي بس رح اعملها كمان كثير اشياء بالهندي. بس هو المطبخ الهندي مليان اكلات زاكيه فبدها كمان. اسمعوا كثير احنا بنحبه، يعني كثير مرغوب ببلادنا المطبخ الهندي. مزبوط. خليني اقول لهم البهارات اللي حطيتها. انا حطيت بهارات مشكله، حطيت كمون ضروري الكمون بالوصفه، حطيت فلفل اسود اوكي وملح، بقلبهم كثير منيح هيك تقريبا صار جاهز. بدي اقول لهم شغله عن البخاري. البخاري نفس قصه القدره اوكي، في ناس تستخدم فيه حمص وفي ناس ما بتستخدم فيه حمص. أوكي. اللي بيحب يضيف للبخاري حمص يحطه بهاي المرحلة. تمام؟ أول مرة بعرف إن البخاري ممكن. البخاري كتير بحطوا فيه حمص. أنا رح أستخدم كركم. حطيتي أنتي كركم؟ أنا حطيت شوي كركم معلقة صغيرة تقريبا عشان تساعد البندورة ناخد اللون الحلو اللي بدنا إياه. أوكي. استخدمنا 4 أكواب من رز مهراجة، نقعناه بالمي لمدة 30 دقيقة بيرجع زي مغليه وملح. وملح اوكي. خلينا نقولهم قبل ما نطلع فاصل شو عملنا. انا حطيت شوربه الدجاج، بيقدروا يحطوا شوربه لحمه، بيقدروا يحطوا اللي بدهم اياه. غطوا الرز اكثر من غطوا الرز اكثر ب 3 سم مي او شوربه او الشيء اللي بدكم تستخدموه من المرق. اوكي 3 سم عشان يطلع معاكم صح. اوكي تمام. اوكي وهيك رح نخلي الرز يتفلفل. خلينا نحكي لهم عن رز بخاري. انا ما غطيته، حبيت اعطيهم هلا التك الاخيره اللي بنعملها. اوكي بلش الرز يشرب المي. تمام. باجي الحشوه اللي انا استخدمتها بحطها على الوجه بهاي الطريقه اللي هي عباره عن زيت وجزر وزبيب والبهارات. حطيتي بهارات عليها ولا شيء؟ احنا حطينا البهارات كلها بالرز. خلي البقيه عشان نزين فيهم. فكرتك رح تحطيه بس يتفلفل. رح احط البقيه نص رح اخده هون ونص الثاني رح نزين فيهم. تمام. واغطيه، اوطي الحراره لحراره وسط. اوكي واتركه لحتى يستوي تقريبا. بده من 15 دقيقه ل 20 دقيقه. اوكي ما بده وقت كثير يعني. ابدا. هن قلت لهم الفكره دائما يحطوا المقدار الصح من المي عشان يطلع معهم فلفل وحلو.
حطوا اكثر من الرز بمقدار عقده اصبعكم. انا دائما هاي تعلمتها من امي الله يرحمها، فدائما انتم اعملوها بزبط معكم شو ما كان الرز بتستخدموه. نستخدم رز تايجر متوسط الحبه او بسمتي، غطوا الرز اكثر بعقده اصبعكم او بثلاثة سنتي. اوكي، طب هلا رز تايجر باخذ وقت اكثر من المهراجة؟ انا لا، البسمتي المفروض هو اللي بياخذ وقت اكثر، بس بالمجمل رز تايجر بياخذ من 10 ل 15 دقيقه، ورز البسمتي بياخذ من 15 ل 20 دقيقه. تمام. مش لانه مين بياخذ وقت اكثر، لانه انت بتحطي معاه اشياء ثانيه. اوكي، الرز مفلفل بالعاده بياخذ شوي وقت اذا كان بس مفلفل، بس اذا ضفتي عليه اشياء ثانيه، اذا في خضار او في شيء بالضبط بيختلف الوقت. بيختلف وقته. أوكي. شو رايك بهالرز اللي استوى؟ شوفي ما اخذ وقت، ما اخذ وقت ابداعاتك. شوفوا قد ايه مفلفل، قد ايه لونه حلو. طبعا انا بدي اقول لكم رجعت شلت الحشوه اللي على فوق حطيناها. وكنت بدك تذكرينا كمان شيء بالتارت. بدي اذكرهم هلا بالتارت، خلينا عاد، بس خليني أرجيهم التوفي كيف صار. شوفي يا دوب خمس دقايق، خلينا أرجيهم. أوكي تمام، هذا التوفي طلع ما أحلى. على فور نرجي مع فور. طلع ما أحلى، روعة، داب سريع ما أخذ وقت، يا دوب خمس دقايق الرز استوى. يعني شوفوا بهالساعة قدرنا نحضر هدول الثلاث وصفات. بدي أحكي لهم عن التارت، أنا بالآخر حطيت الطحين مع الهيل والقرفة والبيكنج باودر والبيكنج صودا، يعني كل المواد الجافة حطيتها. اسمعي، حسيت التارت هيك بنكهة عربية لأنه فيها هيل. ياخد العقل قد ما هو طيب. طلعي طلعي، هذا كتير مبسوطة فيه الرز. أنا عارفة الرز مفلفل، لسه عم بقولها أنا خفت ما يعني ما ألحق، فعم بقولها كنت بدي أحضر واحدة بالبيت، بس لا طلع كتير روعة، روعة مفلفل وزاكي. هذا الحلو برز مهراجة، عارفة كيف؟ إنه بيعطيكي الإشي اللي أنت بدك إياه بالضبط وما بيطول. طلع الأربع كاسات قدي عملوا، يعني هدول أنا على أساس أربع أشخاص، بس لا بيني وبينك بيعملوا كتير.